ما هو واقع الجهوية المتقدمة في المغرب بعد مرور سنتين على تنزيلها؟ وهل تم استكمال كافة الآليات القانونية لتفعيلها؟ ما هي العراقيل التي تقف أمام جعل الجهوية أداة فاعلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ وهل تضمن قانون المالية الموارد الضرورية لذلك؟ واقع الجهوية في المغرب في حلقة جديدة من قضايا وآراء بمشاركة ممثلي أحزاب الأغلبية والمعارضة. قضايا وآراء الثلاثاء مساء على الأولى.